أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائي متابعي القناة. معانا اليوم إن شاء الله فكرة مشروع صغير مربح جدا، وهو مشروع صناعة وتوزيع الزبادي. من خلال هذا الموضوع سنقوم بشرح بسيط لمراحل صناعة الزبادي وكيفية تنفيذ هذا المشروع باحترافية لتحقيق أرباح ممتازة في وقت قصير. المشروع دوت متاح لفئة كبيرة من الشباب الطامح للعمل بطاقة حوالي 600 علبة من حجم 100 جرام يوميا، وبتكاليف معقولة، ومكان نظيف مساحته لا يزيد عن 10 متر مربع. أول حاجة لازم نعرفها إيه هي الأدوات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع. أول حاجة محتاجين شعلة نار قوية زائد أنبوبة غاز كبيرة، حلة استانلس اسطوانية سعة حوالي 25 لتر، حلة ألمونيوم تكون أكبر من الحلة الاستانلس، حضان بسعة 300 علبة حجم 100 جرام، ثلاجة قوية للتبريد من 10 ل 20 قدم، ويمكن استخدام ثلاجة مستعملة لكن يراعى أن تكون حالتها جيدة وتبريدها قوي، فراس صغير بسعة 50 لتر في الساعة، وده بيكون حسب الرغبة ويمكن الاستغناء عنه. ومحتاجين كمان ترمومتر لقياس درجات الحرارة. وبالنسبة لطريقة عمل الزبادي، بستلم اللبن على أن يكون لبن جاموسي أبيض ناصع البياض، ومراعاة أن يكون اللبن نظيفا كما يراعى وبشدة أن يكون اللبن طازجا، فأي نسبة حموضة في اللبن لو كانت بسيطة فسوف تؤدي في النهاية إلى عيب التشريش في الزبادي الناتج. ويمكن التأكد من مدى طزاجة اللبن أولا بالثقة في مصدر اللبن، وثانيا باختبار اللبن بالشم، وذلك عن طريق ملء تلت كوب استانلس أو زجاج باللبن ورجه جيدا وشمه بسرعة. وهذه الطريقة تحتاج إلى تمرس، ولكي تكون رائحة اللبن الناتج خاليا من أي روائح غريبة وبخاصة رائحة الحموضة. لا ينصح بتصنيع لبن سبق تبريده، فمن المستحسن استخدام لبن طازج دائما. تعديل نسبة الدهن بواسطة الفراز، وتتم هذه الطريقة بتسخين اللبن حتى درجة حرارة 36 إلى 40 درجة مئوية، ثم فرز تلت كمية اللبن تقريبا، وإضافة اللبن الفرز على باقي كمية اللبن، بحيث تكون نسبة الدسم في المخلوط من 3 إلى 3.5%، وهي النسبة المثالية لإنتاج لبن زبادي مثالي ومطابق أيضا للمواصفات، وتقليل التكاليف باستغلال القشطة الناتجة. ثم في الخطوة التالية يتم بسترة اللبن، وبسترة اللبن في هذه الحالة يكون لسببين رئيسيين، أحدهما هو قتل الميكروبات، والهدف الآخر هو تقليل نسبة الماء في اللبن وزيادة تركيزه لتحصل على منتج نهائي متماسك. وتكون البسترة عن طريق توفير حلة ألمونيوم فيها ماء ووعاء أصغر من الاستانلس فيه اللبن، ويوضع داخل وعاء الماء المغلي حتى يتم تسخين اللبن حتى درجة حرارة من 90 ل 95 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، مع مراعاة التقليب الجيد للبن حتى الوصول للدرجة المطلوبة. ثم المرحلة التالية من البسترة، وهي التبريد السريع عن طريق نقل وعاء اللبن إلى وعاء آخر به ماء فاتر متجدد حتى الوصول لدرجة حرارة 40 درجة مئوية. الخطوة التالية هي خطوة إضافة البادئ إلى اللبن، ويكون البادئ عبارة عن علبة زبادي عالية الجودة ليس بها أي عيوب صناعة أو تشريش، وأن يكون زبادي بلدي ليس من إنتاج شركات، على أن تكون نسبة البادئ من 1/10 إلى 2/10 من إجمالي كمية اللبن المراد تحويله إلى زبادي، أي أن النسبة من 100 إلى 200 جرام لكل 10 كيلو جرام من اللبن، وتختلف النسبة تبعا لعدة عوامل، منها درجة حرارة الجو وجودة ونشاط البادئ وخبرة العامل. توضع كمية البادئ المحسوبة وتقلب بعناية مع نصف لتر من اللبن، والتأكد من تمام الامتزاج، ثم تقلب على كامل كمية اللبن في درجة حرارة 40 درجة مئوية. وهنا تؤخذ علبة الزبادي التي سنستخدمها كبادئ،
ونقوم بقشط سطحها الذي يكون دهنيا، ونتجنب الأطراف لاحتمال احتوائها على بكتيريا ضارة، ثم نضيفها في كمية نصف لتر لبن تقريبا، ونقلب جيدا حتى تمام المزج بينهما قبل إضافتهم إلى كامل كمية اللبن في درجة حرارة 40 درجة مئوية والتقليب جيدا. وبذلك نكون قد انتهينا من عملية التلقيح، وتبدأ عملية التعبئة في العبوات النهائية. ويراعى قبل الصب أن تكون العبوات نظيفة تماما وجافة، ويراعى أن تتم عملية صب اللبن في العبوات سريعا قبل نقل العبوات إلى الحضان في درجة حرارة من 35 إلى 40 درجة مئوية، على أن لا تتعدى درجة حرارة المنتج 40 درجة بأي حال من الأحوال. يترك في الحضان لمدة من 3 إلى 4 ساعات أو حتى تمام التزبيد. وعندما تلاحظ أن الزبادي أصبح سميك القوام قليلا بشكل شبيه بالجيلي، قم بإخراج العبوات إلى الهواء لتبرد، وإذا كان الجو حار يفضل استخدام مروحة للتبريد لمدة 10 دقائق قبل إدخال العبوات إلى الثلاجة لمدة 4 ساعات تقريبا في درجة حرارة 5 درجة مئوية. وهنا يأتي دور المرحلة الأخيرة، وهي وضع أغطية العبوات وتجهيزها للتوزيع. وبالنسبة لحساب الربح في مشروع صناعة وتوزيع الزبادي، يتم احتساب الأرباح من مشروع إنتاج الزبادي بحسب سعر اللبن وسعر وسعة العبوات النهائية للمنتج، حيث أن الكيلو الواحد من اللبن ينتج حوالي 8 عبوات زبادي سعة 100 جرام. كما يجب أن نلاحظ إلى أن أرباح مشروع صناعة الزبادي ليست أرباحا ضخمة، لكنه يعتمد في الربح على التوزيع بكميات كبيرة، ومن تلك الكميات يأتي الربح. وشكرا للاستماع.